أهلا بيكم طلابنا الأعزاء، برحب بيكم طلابنا طلاب مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين. نحب نتعرف عليكم. هنبدأ بالأردن وطالب معتز يعرفنا بنفسه. أنا معتز الشمالية من مدارس أكاديمية الرواد صف 11. جميل جدا. طب قول لنا يا معتز، الفكرة بتاعتك كانت إيه؟ إحنا فكرتنا كانت عبارة عن تطبيق للسياحة الفيرتشوال بشكل عام باستعمال تقنيات الفيديوهات 360. فعبارة عن تطبيق، إحنا اخترنا موقع أثري في الأردن هو جبل القلعة. جميل. زرنا وصورنا وعملنا له سكان كامل وحطينا عنه بحيث إنه بيقدر السائح يدخل عن طريق التطبيق يمشي فيه كامل فيرتشوال، طبعا زي كأنه عنده دليل سياحي ماشي معه بيحكي له كل مكان ايش وظيفته التاريخيه ومعلومات عنه. تمام. طيب قولي، الفكرة دي انت شغال عليها لوحدك ولا انتوا تيم بتشتغلوا مع بعض؟ احنا عندنا تيم كامل بيشتغل تيم في كامل. كل شيء. التيم بتبقوا حوالي عددكم قد ايه؟ احنا عن 6 اشخاص. كلكم بتتجمعوا على فكرة واحدة تبتدوا تشتغلوا عليها وتطوروها، وازاي بتجيلكوا الفكرة او بتعملوا ايه علشان تختاروا فكرة؟ هلا عشان نختار الفكرة الأساسية عملنا كم جلسة، يعني عصف ذهني الموضوع. اخترنا جميل السياحة طبعا لأنها أحد مجالات التنمية جميل فعلا حقيقي مهمة جدا عندنا في الأردن. طبعا. طب انت ممكن نعم، تختار فكرة، بس الفكرة دي انت عايز تطبقها في حتة معينة ولا كل افكاركم بتبقى على حسب المشاكل اللي انتوا بتشوفوها في البلد بتاعتكم؟ هي لازم تكون من وحي مشكلة موجودة فعلا عندنا في البلد. طيب معتز، تقدر تقولي يا معتز، هل مهارات ريادة الأعمال والابتكار لازم تبقى حاجة أساسية من المدرسة ولا شايف إنها زي ما أنتوا كده يعني اطرح عليكم إنها تبقى مسابقة وأنتوا تدخلوا فيها؟ أكيد المهارات الأساسية هاي لازم تتعلم في المدارس، وهذا إشي فعلا في نقص في كل العالم بشكل عام، إنه التعليم مبني على التلقين أكثر من إنه الطالب يكون منتج لشيء. جميل جدا. يعني انت شايف انها لازم تعمم في المدارس. طب تفتكر ممكن تبدأ من سن قد ايه؟ يعني نبتدي نعرف عليها الطلاب من سن قد ايه؟ المهارات الأساسية، الإنتاج والتعامل مع الناس والتعاون والعمل في فريق، هاي لازم من أصغر سن ممكن، من الروضة. مهارات أساسية لازم كل إنسان يكون فيها، بس تكوين الأفكار والعمل على مشاريع حقيقية ممكن من صف 9 بيكون فيه شوية نضج عند الطالب. يا معتز، رسالة عايز توصلها لزمايلك وأصدقائك من اشتراكك في مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين؟ حقيقة أهم مهارة ممكن الواحد يطلع فيها مسابقة زي هيك هو قابلية للتعلم، لأنه المهارات الجديدة والمعرفة الجديدة ما بتكونش في منطقة الراحة في الإشي اللي أنت بتعرفه، بتكون دائما عند أطراف وأفاق اللي أنت بتعرفه. فإذا أنت ما كانش واحد عنده الشجاعة إنه يقوم يحط حاله بموقف غير مألوف وغير معروف عشان يكتسب هذا الإشي، فممكن يضل يصير عنده ركود في معرفته. قدوتك مين؟ الأستاذ بتاعنا المسؤول عنا في المسابقة، والحقيقة هاي لأنه شفت كيف قدر إنه يجمعنا كلنا على الموضوع الفريق وينظم بيننا، فهذا فعلا جميل جدا. إشي بتمنى لو أكون زيه فيه. شفت في المسؤول عن المسابقة شفت في ايه؟ شفت في قدرة إنه لو كان في عنا ضجة في فريقنا مش متفقين على إشي معين، إنه نقعد ونحكي معه ويقدر يوفق بيننا كلنا ويطلع الكل راضي وماخذ البديوة بالآخر. جميل. ودي حاجة ساعدتك ان انت يبقى عندك تحدي ان انت تثبت ان انا هنجح وهكسب المسابقة؟ أطول. بشكر الطالب معتز على اهتمامه بالسياحة وتطويرها، وفكرتك هيكون لها صدى كبير جدا في الوطن العربي. القدوة سر النجاح.